حضرتك موجود فين؟ عايزين نعمل حقن وكشفنا اونلاين. بص يا فندم، مفيش اي مريض، يعني ايه، انت مش من حقك تعرف انا فين او انا في انهي دولة او انا دخلت الحمام او انا عملت ايه. فالمريض اللي بيسأل الدكتور محمد موجود، ارجوك غير طبيعة السؤال. انت بتقول للسكرتيرة مساء الخير يا فندم، انا عايز اكشف عند الدكتور محمد، تمام، عايز اكشف اونلاين او عايز اجي العيادة. هتقول لك حاضر الكشف اونلاين، نحدد لك ميعاد النهاردة او بكرة. عايز تيجي العيادة، استنى حضرتك على الصفحة لما نعلن ان في يوم للعيادة. لكن ما يبقاش السؤال هو الدكتور محمد في مصر ولا خارج مصر، دي حاجة يعني دي حاجة ما مش هتفيدك في حاجة. اصلا انا عايز اعمل الحقن والتردد الحراري بمنتهى البساطة. هتتكلم برضو، نبقى مباشرين كده، مساء الخير للسكرتيرة او صباح الخير، انا عايز اعمل حقن وتردد حراري عند الدكتور محمد، تمام. هتقول لحضرتك عايز امتى، الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي؟ فتقول لها لا مثلا الاسبوع دوت، تقول لك لا مفيش مواعيد متاحة. طب الاسبوع الجاي امتى؟ اه يبقى الاسبوع ده. تختار اليوم اللي يناسب حضرتك، لكن انت مالكش علاقة انا فين، هو الدكتور محمد جه، هو الدكتور محمد فين، هو الدكتور محمد في انهي بلد، هو الدكتور محمد بيعمل عمرة، هو الدكتور محمد، دي اسئلة شخصية، صح؟ هتقول لي لا يا دكتور، ما احنا بنسأل عشان نعمل. خليك مباشر على طول، عايز تكشف قول انا عايز اكشف، هنحدد لك ميعاد للكشف. عايز تعمل حقن وتردد، هنحدد لك ميعاد، لكن مالكش دعوة الدكتور محمد فين، صح؟